صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل على الطفل الرضيع والمميز إحرام؟ نعم، إذا كان مميزا يحرم هو، ينوي لنفسه ويتبع وليه أو من معه، يفعل مثل ما يفعله. وأما إذا كان دون التمييز فيحرم عنه وليه، ينوي عنه وليه ويجنبه المحظورات ويطوف به ويسعى به ويحلق رأسه عند النهاية. نعم.